المثل الشهير اللي بيقول الصديق وقت الضيق صحيح وغير صحيح. صحيح لأنك فعلا تحتاج صديقك وقت ضيقك، وغير صحيح لأنه الصديق مش بس للأوقات الصعبة، الصديق لكل زمان موقف ومكان، صديق الأوقات الحلوة والذكريات، صديق الأسرار والدعم والفرح، صديق الروح، صديق الخلافات والاختلافات. الصديق هو اللي ما ممكن تستمتع بالأوقات الحلوة بدونه، ولا تعبر الأوقات الصعبة إلا بمعيته. الصديق الحقيقي هو اللي ما بيغار منك ولا بيحزنك، وبيتمنى لك الخير مثل ما بيتمنى لنفسه، والأهم مستحيل يصدق عنك أي شيء بنقال له من وراء ظهرك. هذا هو الصديق، إذا وجدتوه حافظوا عليه، لأنه للأسف ما فيك.